أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أولا أرحب بضيفاي في الاستوديو، وأبدأ معك سيد أبو ناجي. سماحة المفتي الشيخ صادق الغرياني تدخل كثيرا في شؤون السياسة وشؤون الحكم، يتساءل كثيرون هل للشيخ فيما قام به دور مناسب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، قد يكون السؤال فيه خطأ وفيه تصويب. كيف أين الخطأ وأين التصويب؟ قد يلام المفتي لو أنه لم يتدخل في الشأن العام، ولو أنه لم يتدخل في الشأن السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي. نحن تحكمنا شريعة إسلامية، والشريعة الإسلامية بخلاف باقي الشرائع ليست رهبانية أن يعتكف المسلم في معبده بينه وبين الله ويفعل ما يشاء ويسوس الأمور كما يسوسها، ولكن الشريعة الإسلامية هي نظام حكم، نظام سياسة، نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام أسري، بل تتدخل في أخص الأمور حتى بين الإنسان وأهله. فالمفتي ودار الإفتاء بصفة عامة، حيث أنها المؤسسة الدينية في ليبيا، المؤسسة المسؤولة على تطبيق شرع الله وتوجيه الجهات الحكومية والتي يلجأ إليها الأفراد في أمورهم الخاصة أو الأمور العامة التي تشغل الرأي العام والدولة بصفة عامة. هذه المؤسسة عليها واجب، وليس من حقها، لا أقول أن من حق المفتي أن يتكلم في السياسة أو يتكلم في الشأن العام، بل عليه واجب أن يتكلم في هذا الشأن، وهذا الواجب مستند إلى الإعلان الدستوري، حيث أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع ولا يجوز مخالفتها، ومستند إلى القانون رقم 15 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بشأن دار الإفتاء. فمن واجبه وواجب المجلس، مجلس البحوث بدار الإفتاء، أن يبين حكم الله سبحانه وتعالى فيما ينشأ من خلاف ونزاع، سواء على الشأن العام أم عن الشأن الخاص. طيب، سأعود إليك سيد أبو ناجي، أنتقل إليك سيد تكبالي. للشيخ الصادق الغرياني كان دور في عهد القذافي، كان له أيضا دور في الثورة وبعدها، لماذا تتحاملون عليه وتصفونه بأنه تجاوز حدود منصبه كمفتي؟ أولا، أنا لم أتحامل عليه، وثانيا أنه حينما كان في أيام الثورة لم يكن مفتيا، ولكنه كان شخصا من الشعب الليبي، له الحق في أن يقول ما يريد أن يقول، ولكنه الآن يحمل منصبا دينيا رفيعا، وهو له الحق في تشكيل الرأي العام الليبي، وما يقوله نراه أنه متحيزا ومخالفا لكل ما يريده الشعب الليبي. فلماذا الشعب الليبي يثور ضد المفتي؟ هل لأن المفتي كان صائبا والشعب الليبي كله خطأ؟ نحن نرى أن معظم الشعب الليبي هو ليس مع المفتي. المفتي رجلا عالما ويعرف كل شيء عن الشريعة وعن الفقه، وله رسائل جيدة في الفقه وفي أصول الدين، ونحن لا نعترض على دينه، ولكننا نقول أن رجل الدين حينما يأخذ المنح السياسي فإنه يجب عليه أن يعلم أن السياسة قد تحيد عن الأخلاق بعض الشيء، وتحكم فيها القوانين الوضعية، وهو يريد أن يحكم بالقرآن والسنة، فعليه إذن يلتزم بالمبدأ. ألم يقول السيد أبو ناجي أن الإسلام جاء شريعة عامة للناس جميعا تنظم جميع مناحي الحياة، أي ما يتعلق بالجوانب القانونية والعقائدية والأخلاق والشعر؟ لم نقل أي شيء عكس ذلك يا سيدي. طيب، ولكن المفتي كان أين المشكلة إذن؟ المفتي كان منحازا في قراراته وفي كل شيء يقوله، وينحاز لطرف معين. طيب، وأسسنا طيب لننتقل إليك سيد أبو ناجي، ينحاز إلى طرف معين. سيد علي، قبل ذلك بنى كلامه على فرضية ومسلمة غير صحيحة، ويبدو أنه غير متابع ولم يطلع على قانون دار الإفتاء، وغير متابع لما سار عليه منهج دار الإفتاء في إصدار الفتوى. ما يتكلم عليه وبالتحديد، ونكون صريحين حتى يفهم الشعب الليبي الآن ونخاطب عامة الناس، الذي أثار الجدل هي الفتوى ما يتعلق بما يسمى بعملية الكرع.